قد ورد فيها نقص من الكتاب والسنة كصلاة المنفرد خلف الصف خلف الصف، فهل يقال في هذا النص وهذا الدليل أنه ضعيف لا تقوم بذكر الحجة ولا ينبني عليه حكم، أو أن يقال أنه حديث صحيح وليس بهذا مع النص؟ فأيهما قد ورد في هذه النص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرها، وأسبابه أيضا متعددة. قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغ الحديث، ولا غرابة أن لا يبلغ العالم الحديث، لأننا نذكر قصة خفي فيها الحديث على أكبر خليفة، بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة، خفي عليهم الحديث. وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن الطاعون وقع في الشام، والطاعون وباء فتاك، فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار، واختلفت آراء. منهم من يقول تقدم واتكل على الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت آت لله عز وجل فاستمر. ومنهم من قال لا تهلك المسلمين، لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم، ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار، فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة، ارجع. فاختلفوا، لكن استقر رأيهم على أن يرجع. فأتى أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، وهو في منزلة عالية عند أمير المؤمنين عمر، حتى أنه قال لما طعن رضي الله عنه عمر، قال لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته على المصباح. جاء أبو عبيدة لعمر قال يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس، كيف ترجع، أتفعل هذا فرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا، قال لو كان هناك وادي له شعبتان، والوادي يعني الشعير مجرى الماء، له شعبتان إحداهما مخصبة والثاني مجدبة، ولك إبل، هل تعدلها عن المجدبة إلى المخصبة ولا تذهب إلى المجدبة؟ قال لا، أعدلها من المجدبة إلى المخصبة. قال بقدر الله، قال بقدر الله، قال هكذا نحن. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة الله، فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وافق الاجتهاد النص. فأقول لكم يا أخوان، قد يخفى على العالم النص لا يبلغه فيقول بخلافه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا حديث ضعيف ولا يعمل به. ثالثا، وربما يبلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم آخر، يعني يخطئ في الفهم، يتأول ويخطئ في التأويل، هذه ثلاثة. وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهمه فهما صحيحا، لكن يظن أن له معارضا، يعني نص آخر يعارضه، يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. وهذه أربعة. وخمسة، قد يكون ثبت عنده
وليس له معارض، لكن ظنه منسوخا، ظنه منسوخا، فيأخذ بما ظنه ناسخا. مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتوضأ من لحم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ من لحوم الإبل، وهذا ثابت، فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. لكن في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست من الأرض، فظن كثير من العلماء أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول لأنه قال آخر الأمرين، والحق أنه ليس بناسخ، لأن مورد النصين مختلف، هذاك في لحم الإبل ني أنا مطبوخ، وهذا في مما مست النار، في المطبوخ كان في أول الإسلام يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر بالوضوء من ممسة النار ثم ترك ذلك، فيخطئ يظن أن الحديث منسوخ. فالمهم أن أسباب الخلاف كثيرة، أسباب الخلاف كثيرة. والمثال الذي ذكر الأخ السائل، الصلاة صلاة الإنسان منفردا خلف الصف، فيها للعلماء أقوال متعددة. القول الأول أن صلاته صحيحة سواء تم الصف اللي أمامه أو لم يتم، ولكنه ترك الأفضل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة سواء تم الصف الأول اللي قبله أو لم يتم، يعني يعتبر ثلاث مذاهب وإيش ونص مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد له في هذا قولا، قول إنه صحيح ولو بلا عذر، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في منفرد خلف الصف، حمل ذلك على نفي الكمال، قالوا لا صلاة يعني كاملة، ليس المعنى لا صلاة صحيحة. وقال بعض العلماء صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة سواء تم الصف الأول، يعني سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم، لعموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان قولان إيش متقابلان. القول الثالث وصح، يقول إن تم الصف الأول الذي قبله فصلاته صحيح، وإن لم يتم فصلاته غير صحيح، وهذا القول أصح الأقوال، لأن الأدلة تجتمع في هذا القول، فيكون معنى لا صلاة منفرد خلف الصف مع تمكن القيام في الصف، وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أين يذهب؟ هل يترك الصلاة مع جماعة ويقول ما أصلي أروح وحدي أو ماذا؟ قال بعضهم اذهب تقدم مع الإمام، هذا ما هو حل، ما ليس هذا بالحل، إذا تقدمت مع الإمام لازم من هذا تخطي رقاب الناس بشق الصفوف، وهذا يؤذي المصلين، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال اجلس فقد أذيت. ثم إذا تقدم وقام مع الإمام حصل بهذا مخالفة السنة. ما هي السنة؟ السنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يقتد الناس بإمامين، لو صار مع الإمام أحد أيهما الإمام؟ إذا رأينا الصورة المجتمعة هذه قلنا أيهما الإمام؟ لذلك نقول الإمام السنة أن يقف وحده في مكانه حتى يتبين أنه إمام متبوع، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر أين يذهب؟ قولوا تقدم مع الإمام، صاروا ثلاثة، جاء آخر وجد الصف تام، نقول تقدم، صاروا أربعة، جاء عشر مع الإمام
لكن ما هو عشرة جميعا، يعني عشرة جميعا يكون صف، وهذا غير ممكن. لكن لو وقف وحده وصلى وحده ثم جاء آخر وقف معه وكونوا صفا، فالقول هذا الوسط الذي يقول إذا وجدت الصف تاما فصف وحدك ولا حق، هذا هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الذي تجتمع به الأدلة. فالمهم الآن أن العلماء الأئمة لا يمكن أن يخالفوا النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأويل أو بخفاء الدليل أو بظن مرجح في غيره أو بظن النسخ. فهذه أعذار أهل العلم، أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوص. وأنصح الأخ السائل والمستمعين أيضا أن يقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو رسالة أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع، وهي أسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه، ففي ذلك كفاية، وفيها أمثلة أيضا تزيدكم علما في أن فيها أمثلة لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص وأعذار العلماء في ذلك.